السلام عليكم، ازيكم؟ برحب بكم اصدقائي المتابعين. فيديو جديد هكلم حضراتكم فيه عن حاله جديده بكل تفاصيلها. حاله النهارده كان عندها ازدحام شديد في الاسنان في الفك العلوي والفك السفلي، بلس كمان كان عندها انياب مدفونه في الفك العلوي. هقول لكم النهارده تفاصيل كتير عن الحاله، ازاي قدرنا نعمل تشخيص ليها وازاي قدرنا نعمل خطوات العلاج. كمان هكلمكم على نوع جهاز التقويم اللي الحاله اختارته، البنوته بتاعتنا اختارت التقويم الشفاف الثابت. هكلمكم النهارده كمان عن مميزاته وعيوبه وتفاصيل تانية كتير جدا. بس ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك وشير وتفعلوا الاشتراك في القناه وزر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وخليني اكد على حضراتكم في البدايه ان ضروري جدا اختيار دكتور متخصص، سواء كان اخصائي او استشاري، علشان يقدر يعمل لنا التشخيص بتاعنا بشكل سديد، ثم يقدر يحط لنا خطه وخطوات العلاج اللي هننتظم عليها لحد ما نخلص ونوصل الى افضل نتيجه باذن الله. وطبعا تشخيص الحاله بيتم في العياده، مش بيتم اونلاين، علشان كتير من الناس بيبعتوا لي صور لاسنانهم، بيبعتوا لي اشعه ويقولوا لي يا دكتور هنقدر نعمل ايه في الحاله دي. تشخيص الحاله يا جماعه بيتم في العياده عند دكتور اخصائي او دكتور استشاري، عشان يقدر يعمل تشخيص للاسنان والابتسامه والوجه، بلس كمان الاشعه البانوراما والاشعه اللاترال سفالومتري، اللي بناء عليها احنا بنقدر نحط الخطه اللي بنمشي عليها. بلس كمان ان في بعض الحالات بنحتاج ان احنا نعمل اشعه مقطعيه لما بيكون في عندنا اسنان وانياب مدفونه، علشان نتشك البوزيشن بتاعها والمكان بتاعها فين بالظبط. بعد ما بنتم التشخيص بتاعنا بنحط خطه العلاج اللي احنا نمشي عليها من دي 1 لحد اخر يوم في التقويم، والحاله لازم تكون انفورمد بده كويس وفهماه كويس قبل ما نبتدي العلاج بتاعنا. كمان لما بنبدا نعرض على الحالات بتاعتنا نعرض عليهم كل اجهزه التقويم، ولازم كمان الحاله تفهم مميزات وعيوب كل جهاز من اجهزه التقويم، لان احنا عندنا انواع كتير وبراندات كتير جدا، لازم الحاله تختار اللي يناسبها. في بعض الحالات بتختار المعدن، بعض الحالات بتختار الشفاف، بعض الحالات بتختار المتحرك، بعض الحالات بتختار تقويم الديمون او التقويم السريع او المكثف، وغيرها كتير من انواع التقويم زي الداخلي وبراندات كتير مختلفه. لازم الحاله تعرف مميزات وعيوب كل نوع قبل ما نبتدي في خطه العلاج بتاعتنا. بعد ما الحاله بتعرف كل حاجه وبتاخد نسخه من الريكورد بتاعتها علشان تحتفظ بيها، عشان لو هتسافر او لو هتروح تكونسلت اي دكتور اخر لازم يكون عندها نسخه منها. وانا حضراتكم دلوقتي كمان الصور بتاعت الحاله في البدايه دي بالنسبه للسمايل، واضح جدا ان كان عندنا ازدحام والانياب كانت مدفونه وضغطه على الاسنان الاماميه، خاصه السنه رقم 2. حاله النهارده فيها تفاصيل كتير جدا، هقول لكم كمان ايه اللي عملناه في الفك السفلي. وخليني اكد عليكم نقطه مهمه جدا، ان بسبب الازدحام الشديد احنا اضطرينا ان احنا نخلع من الاسنان الدائمه، لان كان عندنا ازدحام شديد في الفك العلوي والفك السفلي. وخليني افاجئكم اكتر ان الفك السفلي اخرنا الشغل عليه، بمجرد بس ما احنا اتمينا الخلع مبكرا بدات الامور تنتظم. نروح دلوقتي للاشعه. طبعا واضح لحضراتكم الازدحام الكبير اللي موجود في اسنان الفك السفلي والعلوي، وواضح ان الانياب مدفونه وضغطه كمان على السن رقم 2 بدرجه كبيره جدا، وده يخلينا نتدخل في وقت مبكر على قد ما نقدر علشان ما نسببش ضرر كبير للانياب للاسنان المجاوره ليها، بالذات السن رقم 2 لان هي بتكون سن ضعيفه. وخلينا نتابع الحاله مع بعض. بعد طبعا ما خلعنا مبكرا لان كان عندنا ازدحام شديد، بدانا شغل في الفك العلوي الاول وركبنا التقويم الشفاف بتاعنا، وبدانا ان احنا نتابع الحاله ونعمل رصف للاسنان ونحافظ على المكان الخاص بالانياب. وبفضل ربنا سبحانه وتعالى بعد ما خلعنا مبكرا بدا الانياب تعدل وضعها وبدات تنزل، لان البنوته كانت بنوته صغيره وكانت في طور النمو، وبدا الانياب تنزل بالفعل في وقت قياسي واتمينا المهمه بفضل الله. زي ما حضراتكم شايفين احنا بس حافظنا كمان على المسافات بتاعه الانياب علشان يقدر ينزل في المكان المناسب ليه بالظبط. بعد ما كمان احنا خلصنا كان عندنا مسافات بسيطه، بدانا ان احنا نعمل غلق للمسافات دي. هفاجئكم باللي حصل في الفك السفلي، ان احنا بعد ما خلعنا مبكرا لان احنا اتفقنا ان احنا عندنا حاله ازدحام شديد، بدات الاسنان تترص بشكل ممتاز في الفك السفلي الى ان وصلنا الى ان احنا نركب عليها علشان بس نعمل فينيشنج ونعمل ديتيلنج شويه، نظبط علاقات بسيطه بين الاسنان مع بعضها. هوري لحضراتكم من زاويه اخرى دلوقتي بعد ما ركبنا التقويم الشفاف، وازاي قدرنا نعمل رصف للاسنان ونحافظ على الاماكن الخاصه بالانياب،
زي ما حضراتكم شايفين الناب بالفعل بدأ يعدل وضعه وقدرنا نعمل رصف ليه. وكمان البنوتة بعد ما اختارت التقويم الشفاف، خليني اقول لكم ان هي عجبها جدا فكرة الالوان، هي بس ما كانش عاجبها شكل المعدن، اختارت البريسز الشفافة وبعدها بدأت تحط الوان عليها، كانت جميلة جدا بالمناسبة، وحضرتك تقدر تختار الالوان اللي تناسبك. خليني اوريكم من زاوية اخرى من الجانب الشمال بالنسبة للحالة، وحضراتكم شايفين دلوقتي كمان ايه التطور اللي حصل في الفك السفلي، ومجرد ما احنا خلعنا مبكرا الاسنان بدأت تخرج الى ان وصلنا الى مرحلة بس الفينيشنج علشان نظبط علاقات بسيطة في الفك السفلي. خليني اوريكم الفك العلوي دلوقتي بصورة يعني موجهة ليه. دلوقتي احنا حافظنا على المسافات، بدأت الضروس تطلع بالفعل، وبدأنا نعمل رصف للأسنان ونوسع أماكن الأنياب زي ما حضراتكم شايفين. بالفعل الناب بفضل الله بدأ يعدل وضعه لما احنا عملنا له بريزرفيشن للسبيس وحافظنا على المكان الخاص بيه، بدأ يخرج بالفعل في المكان بتاعه. وبعد ما رصينا الانياب كان عندنا مسافات بسيطه، بدأنا نعمل لها غلق للمسافات. نروح للفك السفلي اللي هفاجئكم ان احنا بنركب عليه التقويم بس علشان نعمل فينيشنج. زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا حافظنا على المسافه، بدأت الضروس تطلع في المكان بتاعها، بدأنا نعمل فينيشنج بس زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، بدأنا نركب علشان نظبط بس ونعمل فينيشنج بسيط. واديكم شايفين دلوقتي قد ايه الفك السفلي بقت اسنانه جميله جدا. ونشوف كمان السمايل قد ايه حصل تحول في السمايل، الابتسامه الاماميه، البنوته الجميله بعد ما عملت التقويم شفاف عملنا لها الالوان وكانت رائعه ما شاء الله على الابتسامه بتاعتها. زي ما حضراتكم شايفين قد ايه الابتسامه جميله وبدات تغير الالوان زي ما هي عايزه. بالمناسبه الالوان بيكون دورها ان هي تربط سلك التقويم في المكان بتاعه، فانت تقدر تختار الالوان في كل جلسه على قد كمان. ففي بعض انواع التقويم احنا مش بنستخدم ليها الالوان لان هي بتكون ذاتيه الغلق، لكن في بعض الحالات بتختار اللون فور فن، فانا ممكن اوافق ان هي تعمله، ما فيش اي مشاكل بالنسبه للنقطه دي، لكن هي بيكون لي غرض مهم هو ربط سلك التقويم في البريسز. نتابع السمايل بتاعتنا من زاويه تانية، زي ما حضراتكم شايفين قد ايه التحول حصل، وكمان الناب نزل ما شاء الله وبدات السمايل بتاعتنا تكمل، وهنا بدانا نكمل غلق المسافات لان كان متبقي عندنا مسافه بسيطه. نشوف السمايل من زاويه اخرى، زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي احنا مركبين البريسز الشفافه قد ايه جميله على البنوته، وحطينا كمان عليها الوان. البنت كانت بتحب جدا فكره الالوان ان احنا بنغيرها في كل جلسه، بتختار اللون اللي يعجبها، مره يمشي مع اليونيفورم ومره يمشي كمان مع الستايل بتاعنا في الخروج، لحد ما اتمينا المهمه بفضل الله. قد ايه حصل ان احنا حافظنا كمان على علاقات الاسنان بالنسبه للوجه، لان هي هنا بيكون نقطه مهمه جدا ان احنا يا جماعه الاسنان مهم ان احنا نعمل لها رصف وتبقى مناسبه للوجه. علشان كده بيكون ضروري جدا ان احنا ندرس تفاصيل الحاله بشكل دقيق ونشوف علاقات الاسنان على الوجه. هل الاسنان بارزه؟ هل الاسنان راجعه الى الخلف؟ هل احنا عندنا ازدحام بسيط ولا الازدحام ده متوسط ولا الازدحام كبير؟ الحاله عندنا المره دي كان فيها ازدحام كبير جدا، علشان كده اضطرينا ان احنا نخلع من الاسنان الدائمه. وطبعا باكد ان مش كل حالات التقويم احنا بنحتاج فيها خلع، بعض الحالات القليله بس زي حالات الازدحام الشديد حالتنا النهارده اللي اضطرينا نخلع فيها من الاسنان الدائمه، وكان الخلع مبكرا علشان نقدر ندي سبيس لباقي الاسنان ان احنا نرصهم بشكل ممتاز. وكانت التركه ان احنا اشتغلنا على الفك العلوي في البدايه لان هو اللي كان فيه مشاكل، وكانت الانياب لازم نوسع لها مكان علشان تقدر تنزل في المكان بتاعها وتبعد عن جذور الاسنان الاماميه. كمان ان احنا عملنا التقويم الشفاف، وعلى قد ما التقويم الشفاف بيكون شكله جميل لكن ليه بعض المميزات خاصه بالجمال والاساتكس، زي ما كمان ليه بعض المشاكل اللي بيكون الحركه فيه ابطا شويه من التقويم المعدن. بتكون كمان عندنا لازم اثناء فك التقويم نفكه بحرص شويه، تركيب التقويم كمان احنا لازم اثناء تركيبه بنحافظ شويه على العلاقات ان هو يكون بعيد عن الاسنان المقابله ليه علشان ما يسببش ليها اي ضرر. كمان مشكله التصبغ، بعض الحالات اللي بتطلب مع التقويم الشفاف ان احنا نربط لون شفاف علشان ما يبانش، بيحصل بعض التصبغات ليه، خاصه بعض الحالات اللي هي بتتناول مأكولات ومشروبات فيها صبغات كتير وهكذا. كمان بيكون سهل كسره لان هو بيكون اضعف شويه من التقويم المعدني، علشان كده بيكون ضروري ان الحاله تلتزم بطبيعه الاكل اللي يكون هو سوفت وسمول بارتيكلز، يكون الاكل طري وحتت صغيره علشان ما يحصلش فيها اي مشاكل. اتمنى حضراتكم تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده، كمان ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه، منتظر دعم قوي منكم الفتره اللي جايه. لو ليكم اي اسئله او موضوعات تحبوا نتكلم عنها سيبوا لنا في الكومنتات وان شاء الله نطلع نجاوبها مع حضراتكم. كان معاكم دكتور اسلام نبيل، سلام عليكم. مع السلامة، باي باي.